بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب، احنا بنستكمل موضوع الميكانيكس والماتيريالز، وتوقفنا في الحلقة السابقة عند نقطة اختبار المواد التي منها نحصل على البيانات اللازمة للتعامل ميكانيكيا مع هذه المواد. ننتقل إلى السلايد اللي احنا كنا انتهينا عندها، واحنا كنا قلنا انه اختبار المواد هو الجزء الاساسي او المرحلة الاساسية اللي انا باخد منها ديتا او بيانات علشان اتعامل مع المواد. برضو توقفنا عن انه في عندنا عينات شد، العينات شد ديت زي ما هنشوف على السلايد دلوقتي عبارة عن عينة في بعض الماكينات ممكن تكون مستديرة المقطع، او في بعض الماكينات التانية ممكن تكون فلات او مسطحة المقطع. بنحط قوة تأثير على نهاية الفكين اللي هو بيمسكوا العينة، وبنأثر بقوة شد، والمنحنى الناشئ من العلاقة بين القوة المؤثرة والاستطالة بنرسمه على المنحنى زي ما انتم شايفين، ويبتدي يبقى في عندنا زي ما انتم شايفين كده المنحنى ده ناشئ من القوة المؤثرة والاستطالة الإسلام. طيب المنحنى ده هل في كل الحالات بنحصل على المنحنى ده؟ لا طبعا، المنحنى ده ممكن نحصل منه على بنحصل على المنحنى ده من خلال اختبار الحديد اللي هو الطري. الحديد اللي هو الصلب ممكن يديني منحنى مشابه للمنحنى العلمين. في عندنا معادن مختلفة كثيرة زي الألومنيوم، زي التيتانيوم، الألويز المختلفة اللي هي السبائك المختلفة، كل معدن بيبقى له أداء مختلف وسمات مختلفة. طيب أهم حاجة في السمات دهيت إن أنا عندي جزء خطي باستمرار اللي هو من أول صفر لحد نقطة ما، بيبقى المنحنى العلاقة خطية، بمعنى زي السوستة بالضبط، علاقة طردية بين القوة المؤثرة وبين الاستطالة، علاقة طردية خطية linear relationship. العلاقة ديت موجودة في معظم المواد الهندسية التي تتعرض لاختبار الشد، زي ما احنا شايفين في المنحنى اليمين او المنحنى الشمال نفس العلاقة موجودة، مش لازم بنفس الميل لكن نفس العلاقة اللي هي خطية، اللي هي العلاقة فيها بين القوة والاستطالة ثابتة. لما تقسم القوة على الاستطالة تدي لك قيمة، هذه القيمة هي نفسها القيمة موجودة لما تروح لنقطة تانية بقوة واستطالة ثانية وهكذا. ثابت العلاقة ديت له تسمية محددة بنسميه معامل المرونة، والجزء ده التحميل في هذه الفترة أو في هذه المرحلة التحميل بيبقى عبارة عن إلاستيك، بنسميه إلاستيك أو مرن، بمعنى إنك أنت بنحط الحمل على العينة بيظهر استطالة معينة، لو شلنا الحمل الاستطالة بترجع تاني لصفر زي السوستة بالظبط زي السبرينج، وبالتالي العلاقة ديت بنسميها علاقة مرنة إلاستيك. العلاقة بعد كده توصل لنقطة معينة يبتدي فيها العلاقة لها شكل غير خطي، وبتبقى العلاقة هنا لدنة، بمعنى انه الاستطالة لا تعود الى صفر لما نشيل الحمل، بيفضل جزء من الاستطالة دايما ثابت. نقدر العينة لو قسناها وحملناها لمرحلة لدنة نقدر في الحالة ايه لما نشيل الحمل وقسنا العينة لها استطالت بمقدار معين. العلاقة المرنة ديت اللي هي من اول الصفر لحد النقطة ديت بنسميها يلد بوينت او نقطة الخضوع او النقطة اللي هي فيها يبتدي بعدها المعدن اداؤه يتغير يختلف. النقطة دي بنسميها البروف ستريس او اليلد ستريس سترينث، هي النقطة الفاصلة بين العلاقة الخطية اللي هي المرنة والعلاقة اللدنة اللي هي اللا خطية. العلاقات اللي عندنا اللي احنا هنشتغل بيها في العلم بتاع السبجكت بتاعنا بتاع الميكانكس والماتيريالز كلها بنشتغل بيها في اطار العلاقه المرنه، انه في عندي علاقه ثابته بين الاستطاله وبين الحمل المؤثر، هذه العلاقه لها قوانين تحكمها، وهذه القوانين مبنيه على العلاقه الثابته بين الاستطاله مع الحمل.
اللي بنسميها الالاستيك ريليشن شيب. لما نيجي نتكلم على اي معدن حتى لو بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هنلاقي في الجزء الاولاني هنا الاستيك، او لو خدنا تينجنت مماس له هيبقى الخط ده هو الخط اللي انا بستخدم الميل بتاعه ها في العلاقه بين الاستريس والسترين، ونقطه الكسر او ما بين الالاستيك رينج او الالاستيك بوينت والرابتشر او الفيلير، دي جزء تاني تحكمها علاقات تانية ما هياش مجال الدراسه بتاعنا. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي على قلنا ايه، بنعمل حمل، بنعمل منحنى بين الاستطاله وبين الايه الحمل المؤثر. طيب واحد يقول لي افرض الكروس سكشن بتاع العينه بتاعتي صغر او كبر، مش ده هيأثر على ان انا لما يكبر الكروس سكشن هيحتاج حمل اكبر وبالتالي المنحنى هيبقى مختلف؟ طيب العينه بتاعتي لو بدل ما يكون طولها 10 سم هتبقى 20 سم ها بنفس الكروس سكشن اريا، نفس المساحه بتاعت المقطع، واسحبها في مكان الشد، هل ادائها هيختلف؟ في الحديد هقول له لان احنا بنتكلم على استطاله وبنتكلم على قوه. المساحه لما بتزيد القوه المؤثره عشان ينشا عنها استطاله لازم تبقى كبيره قوي، بتكبر الطول نفسه اللي هو بين نقطتين الشد، كل ما زاد كل ما كان الكونتريبيوشن بتاع الطول للاستطاله كبر لنفس القوه. طب يبقى واحد يقول لي طب ما احنا كده دلوقتي دخلنا في علاقات متغيره تعتمد على الابعاد بتاعه العينه. اقول له مظبوط، وعشان كده احنا المنحنى اللي احنا بنتكلم عليه دهوت بدل ما نعمله بين ايه الاستطاله والحمل بنعمله بين الاجهاد والانفعال. نقوم جايين اسمين كل قوه موجوده عندي هنا على المساحه المقطع الاساسيه اللي انا بدات منها اللي هي مساحه المقطع دهيت اللي هي موجوده عندنا هنا ها، وكل زياده في الاستطاله هقسمها على نفس الطول اللي هو بين النقطتين دول اللي هو بين النقطه دي والنقطه دي بسميه ال نوت، وبقسم عليه الايه الاستطاله، وبالتالي الارقام دي اللي هنا اصبحت ايه دلتا ال اللي هي الاستطاله على ال، يبقى بقت دايمنشنلس يعني سنتي على سنتي بقت دايمنشنلس نسبه اللي هي ايه بنسميها وهنسميها ايه الاسترين الانفعال. والارقام هنا اللي هي عباره عن نيوتن اللي هي الفورسز، الارقام دي اللي هي عباره عن النيوتن او فورسز مقسومه كلها على مساحه الاريا مساحه المقطع يعني هنسميها ستريسز اجهادات. وبالتالي المنحنى بتاعي بدل ما يبقى بين بي ودلتا ال الحمل مع الاستطاله هيبقى بين الاستريس والانفعال سيجما وابسلون. يبقى احنا عندنا دخل هنا مصطلح جديد اسمه انفعال، ده المصطلح دوت يناظر الاستريس في الموضوع ان انا بعمل حمل على المعدن. احنا قلنا المعدن لما بتحط عليه قوه بيحصل فيه حاجه اسمها اجهاد. طيب مظهر الاجهاد ايه؟ المعدن ازاي بيوري ان هو مجهد وان هو بيتفاعل مع هذا الاجهاد انه يحصل فيه حاجه اسمها انفعال، انه يبقى فيه استطاله او فيه تشوه، زي بالظبط ما واحد عليه ستريس واحد شخص يعني وينفعل بسرعه، ده بنقول ده انفعل. ليه؟ الانفعال ده نشا نتيجه الاجهاد، نتيجه الاستريس، حطيت عليه اجهاد انفعل، واخد بالك؟ وبالتالي احنا بنتكلم على رد فعل داخل المعدن ها للاحمال او الاجهادات التي نشات في المعدن نتيجه الاحمال الخارجيه عليه. وبالتالي المنحنيات الاساسيه المعياريه اللي احنا بنشتغل عليها باستمرار في تقييم المعادن منحنيات بين الاجهاد والانفعال ستريس سترين. وبالتالي الاستريس ده اللي هو ايه نورمال ستريس، فاكرين احنا قلنا النورمال ستريس اللي هو تعريفه عباره عن ايه، عباره عن قوه مقسومه على المساحه العموديه على اللي بيأثر عليها محور القوه خط عمل القوه، بيأثر على مساحه بالقوه بتأثر على مساحه، يبقى بنقسم القوه ديت على المساحه دي كلها بديني الاجهاد اللي هو نورمال ستريس نديله رمز سيجما، وبعدين بناخد الانفعال نتيجه القوه ديت الاستطاله ونقسمها على الطول بتاع العينه تديني حاجه اسمها انفعال اللي هي ايه دلتا ال نقسمها على ال تديني ابسلون. يبقى انا بتعامل مع كميتين اساسي جداد تاني او كميتين هنشتغل بيهم باستمرار اللي هما سيجما ابسلون اللي هو النورمال ستريس واللينير سترين اوكي اللي هو ابسلون. جميل، وبالتالي عندي الاجهاد اللي هو سيجما
ها وابسلون قلنا هنا العلاقه بينهم خطيه مش كده، ده خط هنا، يبقى العلاقه بين سيجما هنا وابسلون بتساوي العلاقه بين سيجما وابسلون هنا، يعني لما نقسم سيجما على ابسلون سيجما على ابسلون في اي نقطه، هو الميل بتاع الخط ده هوت او بتاع الخط ده بنسميه معامل المرونه، سيجما مقسوم على ابسلون معامل المرونه، او في بعض الكتب بنسميه يانجز مودولس. يانج ده هو الشخص اللي اكتشف هذا المعامل وقدمه للتراث الهندسي. يبقى اذا عندنا العلاقه بين الستريس والسترين سيجما وابسلون هو ثابت التناسب، اي بنديله رمز اي كابيتال اي، وبنسميه يانجز مودولس او مودولس اوف الاستيستي، وده مش هننساه لازم نفتكره ولازم يبقى باستمرار في دماغنا. يبقى اليانجز مودولس هو ايه؟ معامل المرونه بيساوي الستريس على السترين داخل حد المرونه، داخل حد المرونه. لكن لو جينا العينه وبصينا حد المرونه فين بتاعنا، هو الخط اللي هو بادئ من الصفر بين سيجما وابسلون، ها بين المحورين، بادئ من نقطه الزيرو لحد ما المنحنى يبتدي يغادر هذا الخط في اتجاه السترين. النقطه دي بنسميها ييلد بوينت. ما بعد ييلد بوينت ها بيبقى لها علاقه تخضع، ما تبقاش خطيه، السلسله تخضع لعلاقات ثانيه بنسميها كونستيتيف ريليشن شيبس، اللي هي بلاستيك او ان الاستيك سيجما ابسلون ريليشن شيبس. لكن احنا بنتكلم على الاستيك رينج، نتكلم على علاقه ثابته بين السلسله والسترين، نتكلم على معامل مرونه هو ثابت هذه العلاقه، والمعادله بتاعتنا ديت مش هننساها بقى، نقول بقى سيجما على ابسلون بيساوي اي او سيجما بيساوي ابسلون في اي. اوكي، وده بنسميه قانون هوك. يبقى اذا لما بقسم سيجما على ابسلون واقول بيساوي كونستانت اي او سيجما بيساوي اي في ابسلون، ده بنسميه هوكس لو. هوك وده هوك ده راجل اللي قدم العلاقه ديت للمجتمع الهندسي زي ما اتفقنا. جميل، المودلس اوف الاستيستي اي بقى هنا هو معامل مرونه. طيب هل اتوقع هنا ان معامل المرونه ده يختلف من معدن الثاني؟ اه لازم نتوقع طبعا. المعامل المرونه عاده بيميز المعادن، كل معدن بيبقى له معامل مرونه مختلف وله قيمه، القيمه دي موجوده في جداول بنقدر نستخدمها، نجيبها من الليتريتشر ونستخدمها ده ما بنيجي نعمل تصميم لجزء من هذا المعدن. خلي بالك انه احنا قلنا قبل كده لو احنا عملنا اجهاد ووصلنا لنقطة سي اللي هي في بلاستيك رينج وعملنا انلودنج من النقطة ديت، انلودنج يعني شلنا الحمل، المنحنى بيرجع بشكل خطي لنقطة الصفر تاني. لما باجي اعمل له ريلودنج من النقطة دي، يعني شلت الحمل ورجعت حملت تاني بعد ما وصلت لنقطة سي، هلاقي الحمل يبدأ تاني من دي لسي ويكمل، وبالتالي هنا العلاقة بتاعتي مستمرة، ما هياش علاقة تختفي مع او ترجع تاني للصفر تاني. المادة بتتذكر اللي حصل فيها من اجهاد وبتبدأ من حيث انتهت، ها، وبالتالي لازم نفتكر هذا الامر واحنا بنشتغل مع المواد. يعني معلومة لنا بسرعة كده ملهاش علاقة او بالمقرر، لكن برضو مهم نعرفها، ان احنا التكرار الاجهادات على المعدن، ان انا احمل المعدن وارجع تاني اوصله لنقطة الصفر، اشيل الحمل واحمله وارجع تاني اوصله الصفر واحمله، بينشأ عن هذا الامر ده بنسميه repeated cycling loading او cyclic loading او repeated loading. اللي بيحصل بعد كده انه المعدن بيحصل فيه مع تكرار هذا الامر لفترة طويلة ما يسمى بالفتيج او الكلل، المعدن بيتعب وبالتالي بينشأ فيه حاجة اسمها فتيج، والفتيج ده له منحنى مميز له، وبرضه منحنى يعتبر معياري، ولكل معدن له منحنى، وبالتالي دي من الصفات الأساسية للمعادن. لو احنا حبينا نستخدم معدن له بيتعرض لأحمال، هذه الأحمال بتتغير مع الوقت باستمرار، زي على سبيل المثال الطيارة، يعني الطيارة احنا بنتكلم على ايه؟ الطيارة بتشتغل ازاي؟ الطيارة بتحمل الركاب وبعدين تمشي على الران واي وبعد كده تطير، ده بنسميه تيكنج اوف مش كده؟ وبعدين في الهواء وهي ماشية بتتعرض لمطبات هوائية في اجهادات باستمرار متغيرة، يعني بتطلع تكبر وتقل تكبر وتقل باستمرار لحد ما تعمل لاندنج في مطار الوصول،
بتمشي على الرن واي وهي بتعمل لاندنج، كل ده اجهاد واجهاد متغير، دي بنسميها سايكل. الطياره دي لما تعمل لنفس المطار بنفس الباص عدد من الرحلات مثلا وليكن 1000 رحله، هينشا عن هذه الرحلات 1000 سايكل من التحميل المتماثل، ولكنه ليس يونيفورم وليس مش منتظم لكن متماثل مع الرحلات. يبتدي اقدر اعمل علشان المعدن يشتغل في الطياره ديت ما يحصلوش انهيار قبل يعني الاوان، لازم اعمل له اختبار كلل او فتيك في المعمل واشوف السمات بتاعته واحط الكلام ده في الاعتبار وانا بصمم الايه وهكذا. يبقى كل الاجزاء من المعادن او من المواد التي تتعرض الى احمال متغيره باستمرار ممكن ينشا فيها ما يسمى بالفتيك، وعشان اتحسب لهذا الفتيك في التصميم بتاعي يبقى لازم اخده في الاعتبار، اعمل اختبار فتيك واحط ده في الاعتبار. السيارات كل اي شيء بتتحرك او بيتعمل عليها سايكل ريبيتد سايكلز بنلاقي اختبار فتيك، واختبار فتيك عباره عن اختبار اجهاد مع عدد مرات التكرار بتاع الحمل. وبالتالي كل ما كان الحمل كبير، انا بتكلم دلوقتي على حمل ايه؟ اقل من اليلد بوينت، اقل من اليلد، ما بتكلمش على البلاستيك، بتكلم على الالاستيك. لو خدت ليل سيجما ييلد او خدت نص سيجما ييلد او خدت ربع سيجما ييلد وعملت تكرار لهذا الحمل لفتره طويله هينشا عندي ما يسمى ب اس ان كيرف، اس ان سيجما اس ان نمبر اوف سايكلز كيرف، ويبقى عامل عباره عن واخد الشكل اللي انت شايفينه ده، اللي هو بيقل مع ان انا بقلل الحمل المكرر او اللي هو بيتم تكراره لحد ما اوصل لقيمه هنا بيستمر فيها السايكلز الى عدد انفينيتي نقول، وده بيتم عند ما يسمى بالانديورانس ليميت اللي هو قيمه الاجهاد التي يتكرر فيها التحميل بلا انهيار او بلا حدوث مضاعفات او قصور او شروخ في المعدن بنسميها انديورانس ليميت. نرجع بقى تاني للمنحنى بتاعنا عشان نذاكره كويس. المنحنى قلنا ايه؟ المنحنى اللي احنا شفناه الاحمر قبل كده اللي هو عباره عن المنحنى بين الستريس وايه والستريم، مش كده؟ والمنحنى ده اللي هو بيبدا من الصفر احمل المعدن خط، يديني خط تحميل او تحميل خطي بتحميل يعني بروبورشنال او فيه ازدياد طردي او علاقه خطيه بين بين الاستريس وبين الاسترين لحد ما اوصل نقطه يبتدي فيها كيرف، يبقى المنحنى يبقى فيه انحناء من نقطه A لنقطه B اللي هي نهايه البروبورشن ليميت بسميها، وبعد كده نهايه الالاستيك ليميت. بعد الالاستيك ليميت يبتدي الكيرف يبقى يمشي افقي او ينزل لتحت او يطلع لفوق، ولكن بيديني استطاله كبيره جدا عشان اي حمل اضافي او مع تقليل الحمل. وبعدين يبتدي تاني يرجع تاني يزيد الاستريس مع زيادة الحمل. بسمي الجزء ده هو الاول بسمي من بي لسي حاجة اسمها اليلدنج. اليلدنج ان حصل ييلد للمعدن، المعدن ابتدى يعني يديني استطالة بلا تحميل زيادة اضافي، مش محتاج تحميل لكن ابتدى يديني استطالة بسميه ييلد. وبعد كده وعشان يديني استطالة بيحتاج اجهاد اضافي بسميه سترين هاردنينج، يعني بيحصل ان المعدن الصلابه بتاعته بتزيد مع التحميل سترين هاردنينج لحد ما اوصل لنقطه يبتدي فيها الاستريس يقل والاستطاله بتزيد اللي هي بسميها الالتيم بوينت او الالتيم سترينث او الالتيم ستريس. النقطه اللي في على المنحنى اللي هي لها علاقه ثابته او لها سمه محدده بنسميها سترينث، يبقى ستريس اي قيمه للاجهاد، سترينث القيم اللي هي محدده زي اليلد سترينث او الالتيم سترينث او الفراكشر سترينث. الفراكشر بوينت اللي هي نقطه الكسر اللي هي بيحصل كسر في العينه عند نقطه اي اللي هي نهايه المنحنى زي ما احنا شايفين في نهايه الكيرف. نقدر نقول العينه نفسها بيطلع بيحصلها ايه؟ بيحصلها نيكنج في الجزء الاخراني اللي هو من دي لاي، بيحصلها سترين هاردنينج من سي لدي، بيحصلها بيرفكت او بنسميه سترين فلو ها من بي لسي، وبعدين بيحصلها لينير سترين من او لاي او من او لبي. ده تيبيكال لمنحنى لو كاربون سيل
بيبقى تيبيكال بالشكل ده. المرحله القيم بتاعه الستريم فلو او بي ال سي اللي هي اليلدنج ممكن تزيد او تقل او تبقى متردده. سي ال دي الستريم هاردنج ده سمه في معظم المعادن تقريبا موجوده، لكن السترين اليلد سترينث ما هوش، او اليلد الفلوس السترين فلو او البيرفكت بلاستيك ييلدنج ده مش موجود في معادن كتيره، موجوده في بعض المعادن ويختلف حسب المعدن ومكونات السبيكه تانية، لكن الباقي ده كله تيبيكال اللي هو من او لبي لسي دي اي ده كله تيبيكال في معظم المعادن اللي هو لو بصينا هنا في المنحنى اللي احنا شايفين اللي هو الاحمر. جميل، ده هيوصلنا لايه بقى؟ نرجع تاني احنا دلوقتي لحد دلوقتي كنا بنتكلم على الماتيريال وسمات الماتيريال وادائها الميكانيكي تحت تاثير الاحمال. بناخد من اللي فات ده كله اللي هو بنسميه هوك لو اللي هو سيجما بتساوي ايه؟ بص هنا فوق على السلايد سيجما بتساوي ايه؟ اي في ابسلون. سيجما اللي هي المساحه دي اللي هي المعادله دي، ده اللي احنا يهمنا في الشغل بتاعنا واحنا بنكمل الكورس بتاع ميكانكس وماتيريالز. طيب يبقى اذا عندي نرجع بقى ايه للستريس والسترين ريليشن شيب وما يتعلق بهم ويخصنا في السبجكت بتاعنا. بنقول نورمال ستريس سيجما، نورمال ستريس عباره ينشا عن وجود نورمال فورس للاريا، ها، وهذه الفورس لما نقسمها على كروس سكشن اريا تديني حاجه اسمها سيجما نورمال ستريس، وينشا عن هذه الفورس ها استطاله مقدارها اكس في الطول ال، وبالتالي لما نقسم اكس على ال يديني سترين، لما نقسم اف على ايه يديني ستريس. طيب ده هنا خلي بالك الفورس هنا ايه بتعمل ايه؟ بتضغط العمود. لما نيجي هنا في الناحيه المقابله هنلاقي الفورس مالها؟ بتشد، بتسحب او بتعمل الونجيشن، بتعمل استطاله في العمود، بتسبب استطاله. وبالتالي لما نيجي نقول نفس العلاقات موجوده، اف بتشد عمود مساحته مساحه المقطع بتاعته ايه او المساحه العموديه ايه، يبقى النورمال ستريس اف على ايه بتسبب استطاله ها في العمود مقدارها اكس لما اقسمها على ال تديني السترين. هنا الفورس بتسبب انكماش او انضغاط في العمود مقداره اكس، وبالتالي اكس على ال يديني برضو سترين. يبقى هنا ستريس سترين سواء كان الفورس بتاعتنا بتضغط او بتشد. لما نيجي نتكلم احنا قلنا الستريس قبل كده وبنعيد معاكم في السلايد ان ستريس سيجما عباره عن فورس على اريا، ها، والفورس يونت فورس بتاعتنا اللي هي الايه النيوتن، والاريا اليونت بتاعتها متر سكوير. لما نقسم النيوتن على متر سكوير هتديني باسكال، باسكال وده هو الوحدات بتاعت الباسكال. مضاعفات الباسكال اللي هي كيلو باسكال، ميجا باسكال، جيجا باسكال، ودي كلها لها نفس او بتوصف الاسترس. الاسترين في الناحيه المقابله عباره عن ايه؟ عباره عن وحده استطاله اكس على ال، اكس بالمتر وال بالمتر، يبقى اذا هي دايمنشن ليس او نسبه وبنسميها ابسلون. يبقى اذا ابسلون هي دايمنشن ليس وهي القيمه التي تدخل في علاقه ثابته مع الاسترس عشان تديني المرونه او معامل المرونه. طيب لما نيجي نقول ان 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 اي ان اي بتساوي سيجما على ابسلون، لو فكينا سيجما بين اف على اي وابسلون مساوي دلتا ال على ال، يبقى نقدر نقول ان اي خد بالك هنا في القانون اهو الاف على ايه اللي هي سيجما على ابسلون اللي هي اكس على ال، لما ال في المقام هتقلب هيبقى عندنا سيجما على ابسلون اللي هي بتساوي اي هنا بتساوي اف في ال على اي في اكس. يبقى اذا اقدر اجمع العلاقه دي كلها في انه ان اي ها بتساوي ايه؟ بتساوي سيجما على ابسلون، سيجما بتساوي ايه؟ اف على ايه. خلاص ابسلون بتساوي هنا
اكس على ال في المقام هتطلع فوق في البسط، هتبقى اف في ال على ايه في ايه، يبقى المودولوس اوف الاسيستي بيساوي اف في ال على ايه في ايه في اكس، او العكس، او لما نحب نجيب الاكس اللي هو دلتا ال نتيجه وجود فورس على لينك له ابعاد ايه وال، فورس موجوده، يبقى نقول ان اكس او دلتا ال بتساوي هنساوي ايه اف في ال على اي في اي. وده بيزك لو في الميكانكس او ماتيريال، وده احنا يهمنا ان احنا برضو نبقى عارفينه كويس قوي. الشير بقى بينشأ ازاي؟ بدل ما احط الحمل في محور العينة، المحور ده اللي هو الخط العمودي على الكروس سيكشنز بتاعت العينة، يعني بدل ما احط الحمل موازي للمحور العينة، لا بحط الحمل عمودي على الكروس سيكشن بتاع العينة، كأني بحط العينة كده بعمل ايه؟ بحرك الايه؟ ايدي من فوق وتحت كده، يبقى في الحالة دي بيحصل ايه؟ بحاول اقص الايه؟ الالم، بعمل له بعمل له شيرنج في المساحة بين الايه؟ بين صوابعي وبين بعضها، زي ما احنا شايفينها في الـ في الـ في الـ في السلايد، بحط فورس من فوق وحط فورس من تحت، وبحاول اقص اللينك اللي هو الغامق ده بين تو فورسز دول، وبالتالي بعمل هنا حاجه اسمها شير، دايركت شير، زي بالظبط خرمت الورق مش كده، بحط الورقه بحط بانش زي المسمار له حافه حاده وقصادها من الناحيه الثانيه اللي هي القاعده بتاعه الخرمه في هول تقب على قد البانش ده، بحط الورق وبضغط البانش بيقوم واخد الورق معاه ونازل بيعمل له شير بيقص الورق، وبالتالي ده بنسميه دايركت شير. علشان احنا عندنا في الـ في الـ في الـ في الكورس في عندنا سيجما، احنا قلنا مره السيجما تبقى نورمال وهي نورمال، مره بتعمل انضغاط ومره بتعمل استطاله، وبالتالي فاحنا عشان لما بيحصل اكتر من نقطه فيها استرس ويختلف هذا الاستريس من انضغاط الى استطاله، فاحنا احيانا بندي او في حالات لما يكون في الاثنين متواجدين مع بعض بندي اشاره عشان نميز الاستطاله عن الانضغاط. نفس الكلام في الشير، الشير لما بيكون في عندي الجزء اللي هو تحت تاثير القص بيطلع لفوق مع بالنسبه للجزء الثاني او بينزل تحت، فعلشان نميز فاحنا بندي اشاره لل، مش معنى كده ان الشير سالب او موجب، لا احنا بندي كونفنشن، يعني بندي جزء او اشاره او بندي وسيله نعرف بيها الشير لما يكون في وضع اللي هو الجزئين دول بيتحركوا الشمال لفوق واليمين لتحت او العكس او اليمين لفوق الشمال لتحت، فبندي اشاره عشان نفرق بين الاثنين دول، ولما يكون في عندي استطاله او انضغاط بندي اشاره علشان نفرق، وبالتالي فاحنا في اي مساله تحتوي على النوعين من دول من الشير او التو كاينز دول من الـ من الـ من النورمال ستريس بندي حاجه اسمها كونفنشن ساين، كونفنشن اشاره تعريفيه علشان اقدر اميز بين النوعين دول وانا بشتغل في المساله. طيب الشير السترين، هل في عندي في حاله الشير ما يماثل ما هو موجود اللي موجود في حاله النورمال ستريس؟ احنا قلنا في النورمال ستريس في عندي يانجز مودولس مش كده، اي اللي هو بيساوي سيجما على ابسلون، وبالتالي هل في الشير ما يماثل هذا؟ في الشير لما بجيب بلوك بكون عندي بلوك والبلوك ده ابتدي احط عليه قوه من فوق واثبته من تحت، ايه اللي بيحصل في البلوك؟ البلوك ده نفترض هو عباره عن بلوك كبير كده وبحط فورس من فوق وفورس من تحت، ايه اللي بيحصل؟ المساحه دي كلها اللي بين القوه اللي فوق والقوه اللي تحت اللي بتحاول ايه تتحرك مع القوه، كل المساحه الكروس سكشن ده كله ده بيحاول يتحرك مع ايه؟ مع القوه، وبالتالي فلما بحرك الايه القوه ايه اللي بيحصل؟ بلاقي ان المساحه دي كلها المكونه للكروس سكشن بتحاول تتحرك مع القوه اللي فوق والمساحه اللي تحت بتحاول تثبت مع القوه اللي تحت، وبالتالي ده بيكون عندي ديفورميشن باترن بالشكل اللي هو موجود هنا. نبص كده في الايه في الـ في الـ
الرسمه ديت، ادى البلوك اهوت وبحاول احركه فوق في اتجاه فورس وبثبته هنا، وبالتالي فكل المساحات اللي بين التثبيت وبين السطح اللي هو حر الحركه ده بيحاول يتحرك مع الايه؟ مع الحمل. وبالتالي كل سطح بالنسبه للسطح اللي تحت منه بيتحرك جزء صغير، ده كله بيجمع مسافه اسمها اكس. هذه المسافه اتجمعت على مدار كل المساحات في ارتفاع ال، وبالتالي الفورس اللي هي موجوده هنا لما اقسمها هي بتحاول تعمل ايه؟ الفورس بتحاول تقص لي البلوك في الاتجاه ده هوت، مش كده؟ ده كله يعني الفورس دي بتاثر على كل المساحه دي. فلما اقسم الفورس دي على المساحه ديت اللي هي موازيه لها بتديني حاجه اسمها شير ستريس، بنديله رمز تاو. ها، والديفورميشن اللي هي حصلت في السطح او اعلى نقطه في السطح بالمقارنه باسفل نقطه ادنى نقطه تحت، ها، بتديني الميل بتاع السطح ده كله، ها، اللي هو عمودي ما بين الفورس وما بين الرياكشن بتاعها. بقسم الاكس ده على ال يديني الميل المثلث ده، شايفينه ميل المثلث ده اللي هو تان الزاويه اللي هي اسمها جاما دي، ها، يبقى تان جاما لما يكون الديفورميشن صغيره قوي وجاما دي تبقى صغيره نقدر نقول ان تان جاما بتساوي جاما، وبالتالي جاما هي شير سترين وبتساوي اكس على ال. هي المفروض طبعا لما في الحالات الكبيره بتساوي 10 ماينس 1 اكس على ال، لكن احنا في لما يكون الزاويه صغيره نقدر نقول تقريبا بدون مشاكل انه التان الجاما بتساوي الجاما. العلاقه بين التاو والجاما هي علاقه خطيه مرنه في الجزء الاولاني من المحادة اللي هو مناظر المحادة بتاع الشاد، وبنسمي العلاقه دي خطيه، والعلاقه بين الاثنين دول بنسميها المودلس اوف ريجيديتي جي. يبقى نمسك بقى جي اهي تحت هنا، جي بتساوي ايه؟ بتساوي تاو على جاما. تاو اللي هو شير سترين، جاما اللي هي ايه؟ تاو اللي هو شير ستريس وجاما شير سترين. يبقى شير ستريس على شير سترين بيديني جاما، بيديني جي او المودلس اوف ريجيديتي. يبقى عندي حاجتين دلوقتي، عندي مودلس اوف الاسيستي هناك في النورمال ستريس بيساوي سيجما على ابسلون، وعندي مودلس اوف ريجيديتي في الحاله الشير بتساوي التاو على الجاما، بتساوي شير ستريس على شير سترين. الجي المودلس اوف ريجيديتي بيساوي شير ستريس على شير سترين. الاي المودلس اوف الاسيستي بيساوي النورمال ستريس سيجما على النورمال سترين ابسلون. طيب هل اقدر احط بدل التاو احط اف على ايه؟ هل اقدر احط هنا على الجاما اكس على ال؟ اقدر احط اكس على ال، وبالتالي اقدر نفس العلاقات هنا احطها بدلاله جي اللي هي المودلس اوف ريجيديتي، او احط تاو على جاما حسب حاله المساله وحسب الدراسه اللي انا بعملها بيها. يبقى اذا عشان نلخص هنا من اداء المواد، احنا قلنا ايه؟ لخصناها في انه المواد بيبقى لها اداء ميكانيكي يختلف من ماده للتانيه. هذا الاداء الميكانيكي انا من الاول بقيمه من خلال اختبار معياري. الاختبار المعياري دي بيديني ثوابت، بحط الثوابت ديت في جداول وباخد الجداول ديت استخدمها للعلاقات التي تربط بين الاجهادات وبين المختلفه وبين الاحمال الموجوده على الكومبوننت. عندي واضح او يعني عندي اساسا اثناء الالاستيك ليميت اثناء حد المرونه في علاقه بتربط بين الانفعال والاجهاد. لو كان الاجهاد نورمال الانفعال بيبقى موازي للنورمال، بنسمي الاجهاد النورمال سيجما والانفعال المصاحب له ابسلون، والعلاقه بينهم اي اللي هو المودلس اوف الاسيستي. لو كان الاجهاد شير، ها، وكان الانفعال مصاحب له في الحاله دي هيبقى ايه؟ تنجنشال بسميه جاما. يبقى العلاقه بينهم في الاستيك ليميت اسمها جي اللي هو المودلس اوف ريجيديتي. يبقى احنا عندنا دلوقتي معادلتين طلعنا بيهم من الكلام ده، معادله سيجما بتساوي ابسلون في اي، ومعادله بتقول فيه بنقول فيها تاو بيساوي جي في جاما. ده اللي لحد بيلخص الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه عن الماتيريال لحد دلوقتي. طيب نقدر ناخد يعني امثله، مثلا زي المثال اللي قدامنا، بين، فاكرين بين جوينت
احنا قلنا في يكون في لينك مع لينك وبينهم مفصله بسميه بين جوينت، زي مفصله الباب بالظبط. مفصله الباب عباره عن بين جوينت، عباره عن جزء ثابت المفصله، جزء ثابت مع الباب وجزء ثابت مع الايه، مع الحلق الباب، وبينهم مسمار. المسمار ده بسميه بين، والمفصله ديت بسميها ايه، بين جوينت. اوكي، لو خدت بالك الباب في الجزء بتاع المفصله اللي هو في الباب، وجزء مفصله اللي هو ثابت في الحلق، البن ماسك فيهم. لو شديت الباب لبره كان المفصله الجزء المثبت في الباب بيحاول يضغط او يحاول ياخد جزء البن اللي فيه بالمقارنه بالجزء الثابت في الحلق، فبيحصل في الحته ديت بينهم شير، وده اللي موجود عندنا في مساله. يقول a pin is used to attach a cleaves to rope. The force is in the rope will be a maximum of 60 kilonewtons. يبقى هنحط الفورس اللي موجودة في الروب اللي هي بتحاول تعمل قص. The maximum shear stress allowed in the pin is 40 megapascal. Calculate the diameter of a suitable pin. خلي بالك هنا في حاجة اسمها ايه، allowed stress. Allowed stress يعني او ان في عندي الاجهاد له حد معين. مش احنا اتفقنا لما بصينا على المنحنى انه المنحنى في عندي الالتيميت بوينت، في عندي الالاستيك بوينت، وبعد كده عندي في الالتيميت بوينت. لو احنا وصلنا الاجهاد في اي كومبوننت لحد الالتيميت بوينت، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كسر. وعشان كده احنا بنقول ايه، الماكسيمم الاود، يعني الاجهاد المسموح به، حد الاجهاد المسموح به داخل المعدن، وده الحد ده لازم يكون دايما اقل من الالاستيك ايه ليميت. وده بنسميه في الديزاين اللي هو ديزاين ستريس، وفي علاقه بتربطه مع الالتيميت او ييلد اللي بنسميها الفاكتور اوف سيفتي او معامل الامان. يبقى احنا هنشوف الترمينولوجي في المسائل واحنا ماشيين، لكن هنا المعنى في المساله انه الاجهاد المسموح به في الشير هو قيمه 40 ميجا باسكال. الفورس اللي موجود عندي اللي في الروب 60 كيلو نيوتن. عايزين المساحة اللي بتتحمل او بتسمح بهذا الامر. احنا قلنا ايه، التاو اساسا بيساوي فورس على الاريا. التاو بالاول بتساوي الفورس على الاريا، الاريا بتاعت الشير. طب الاريا بتاعت الشير هنا ليه ضربنا 2 في ايه؟ الاريا بتاعت الشير ايه؟ ليه ضربنا في 2؟ لان ما يكون عندي بن كده ممسوك وهعمل له قص، هعمل له قص زي ما انتم شايفين كده. سوري، يعني البن هعمل له قص عن طريق الجوينت بالشكل ده. يبقى كأن انا هعمل ايه، هعمل شير في الحته الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت عشان الجزء ده من البن يمشي مع اصبعي. اوكي، وبالتالي بنضرب هنا المساحه او بنجيب التوتال اريا اللي عليها شير اللي هي عباره عن 2 ايه. يبقى اذا التاو هنا اللي هو اجهاد القص هيساوي الفورس اللي موجوده اللي بتحاول تعمل قص على المساحه اللي حاصل فيها قص. المعادله هنا اف معلومه وتاو معلومه. يبقى اذا عايز انا اجيب الاي، وبالتالي فبقول ايه هيساوي اف على 2 تاو. طيب هنا عندي الاي الماكسيمم شير ستريس كام؟ 40 ميجا باسكال. بينما فورس كام؟ 60 كيلو نيوتن. احنا عارفين الباسكال بيساوي نيوتن على متر تربيع، يبقى لازم احول الكيلو نيوتن للنيوتن واحول الميجا باسكال لباسكال. يبقى هضرب القيمه بتاعه 60 ديت في 1000 عشان تبقى بالنيوتن، واضرب القيمه بتاعه الميجا باسكال في 10 اس 6 عشان تبقى بالنيوتن على متر تربيع، وبالتالي هيبقى 60 في 1000 على 2 في 40 في 10 اس 6 هيديني القيمه ديت بالمتر سكوير. يبقى المساحه بتاعتي طلعت بالمتر سكوير. اوكي، المتر المساحه بتاعه البن اللي هو كروس سكشن بتاعه دايره بيساوي باي دي تربيع على 4 او باي دي سكوير على 4. يبقى اقدر اجيب الديامتر بيساوي 30.9 ملم في الحاله دي. يبقى دي مساله بسيطه جدا بتوضح ازاي بجيب بربط بين العلاقات اللي موجوده عندي في حاله الشير. دي الرسمه بتاعه المساله. بصوا هنا ده ايه، او مساله ممثله. هنا بضغط لما بسحب هنا بفورس وفي رد فعل هنا اللي هو متماسك في الجزئين دول، يبقى كان البن اللي في نص ده بحاول انا ايه اقصه في الجزئين دول، وبالتالي المساحه بتاعت الكروس سكشن اريا بتبقى 2 دبل في الحاله دي.
جميل. يبقى احنا دلوقتي نقدر ناخد مثال تاني ذرسم. احنا دلوقتي ما كلمناش على العلاقه بين بنتكلم بين السيستم، بنتكلم فقط على مساله توازن ميكانيكي وما ينشا عن هذا التوازن في الاجزاء التي تسبب هذا التوازن. احنا ما بنتكلمش دلوقتي على مجرد الفورس بنحط سهم وخلاص، لا، بنتكلم على لينك بيمسك الفورس زي المثال اللي قدامنا. يعني في عندي هنا لينك زي موجود على شكل حرف زاويه، والمثبت بجوينت هنا. في عندي واير بيسحب اللينك ده في اتجاه افقي من فوق عند نقطه دي، وفي عندي فورس بتاثر راسي على اللينك اللي هو بدايه من نقطه دي على بعد 3.10 متر، في فورس ثانيه بنفس بقيمه مختلفه. ومطلوب مثلا هنا نفترض ان احنا عايزين يعني given forces محتاجين الاجهاد او cross section area حسب المطلوب. لو السلك ده نفترض ان احط فرصة هنا فرصة هنا، وعايز اجيب الواير ده، عايز اجيب cross section بتاعه based على الحل اللي عندنا ديت، ان بنقدر نعمل توازن، نجيب الفرصة في اتجاه اللينك بي، وبعدين يربط بين الفرصة اللي في اللينك بي والستريس اللي موجود هنا الايه المودلس الاسفل الاوبل ستريس، وبالتالي نقدر في حاله نحط الستريس ونجيب الايه الكروس سكشن اري. لكن المثال ده لو انا عارفين ده وسط البنزين مثلا في العربيه تيبيكال تقريبا مماثل لها، ولكن مع اختلاف الجيومتري، انك بتدوس هنا واخبلك وفي واير هناك، الواير ده هو اللي بيزود فتحه البنزين او بيصغرها، او الفرامل نفس الكلام ده وسط الفرامل، الجزء ده كله ده بيلف عند نقطه سي على المحور زي ما احنا شايفين بالشكل ده زي على المفصله. اوكي. وبالتالي اول حاجه بنعملها في المسائل زي دي بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها فري بودي دياجرام. يعني ايه فري بودي دياجرام؟ احنا شفناها قبل كده، ان احنا بنفصلين اللينك دهوت اللي هو دي سي بي من الجوينت سي لوحدها، ونحط مكان الجوينت سي التو كومبوننتس اوف رياكشن، بنحط اف اكس اوف واي زي ما اتفقنا قبل كده. هل هنحنا بحط مومنت؟ لا. ليه؟ لانه المفصله بتسمح بحركه دائريه بين في الجوينت نفسها، بين اللينك اللي هو على حرف ال ده وبين القاعده المفصله. ما دام بتسمح بحركه ما فيش رد فعل مومنت، بيبقى فيه فقط ايه فورس ار. ار بزاويه نقدر نشيلهم ونحط اف اكس اوف واي اللي هم التو كومبوننتس بتوع الايه المساله. جميل. هذا الفري بودي دياجرام اهو شايفينه بتاع المساله. شلنا مفصله حاطين هنا ايه سي اكس وسي واي اللي هو عند النقطه سي رياكشن اللي هم التو كومبوننتس اوف رياكشن، وعندنا فورس اف عند بي، عندنا تو فورسز عند النقطه دي والنقطه المتوسطه. بسيطه جدا. انت لو عايز تجيب الرياكشن فوق هنا بتعمل ايه؟ بناخد العزم عند نقطه سي. يبقى ناخد العزم نقطه سي بقى ما هيش هيبقى في عزم للاف اكس السي اكس وسي واي، لان ذراع العزم هنا بيساوي صفر، مش كده؟ يبقى كاني بشيلهم من المعادله، ويبقى عندي المعادله هنا بين ايه؟ بين بي الفورس اف، اسف، الفورس اف عند بي مضروبه في 6.10 متر، ده هي المسافه دي، ها؟ وبين ال 50 نيوتن مضروبه في 3.10 متر وال 15 نيوتن مضروبه في 6.10 متر. يبقى 15 في 6.10 زائد 50 في 3.10 ده مومنت مع عقرب الساعه بيساوي ايه؟ اف في 6.10 عكس عقرب الساعه. يبقى بما ان الاثنين دول عكس بعض يبقى في توازن، ويبقى في عندي اقدر اجيب الاف بتساوي ايه 50 في 3.10 زائد 15 في 6.10 مقسومه على 6.10 متر. وبالتالي المعادله بتاعتنا هتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه. اسف هو مكتبه هنا بي. يبقى اذا بي بتساوي قلنا ايه بي في 6.10 ناقص، بما ان الاثنين دول في نفس الطرف المعادله اللي هم ال 15 في 3.10 وال 15، خلي بالك احنا واخدين العزم هنا في اتجاه عكس عقرب الساعه موجب، مش كده؟ اللي هو بدانا بيه اللي هو قلنا بي في 6.10 ده موجب وحطيناه بي في 6.10. يبقى لو على نفس في نفس المعادله في نفس الطرف يعني، يبقى نحط الـ اي مومنت تاني عكسه بالسالب. يبقى 50 في 3.10 ده سالب، ها؟ و15 في 6.10 ده سالب، هنجمعهم مع بعض في المعادله ديت ويطلع من هنا المعادله ان بي بتساوي
40 كيلو نيوتن. طيب جبنا P، هل اقدر اجيب رياكشنز؟ اه طبعا اقدر اجيب رياكشنز، لان احنا قلنا ايه، مش احنا عندنا في اي جسم في حالة توازن نقدر نطبع عليه الايه المعادلات اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي ايه فاكرين قلنا ايه، سيجما اف اكس بتساوي صفر، سيجما اف واي بتساوي صفر، وسيجما المومنتس حوالين اي نقطه بتساوي صفر. جميل، احنا دلوقتي استخدمنا المعادله بتاعه المومنتس مش كده، قلنا بتساوي صفر، طلعنا منها قيمه ايه البي. طيب ناقص عندي معادلتين اللي هو سيجما اف اكس بتساوي صفر وسيجما اف واي بتساوي صفر. لو طبقنا المعادلتين دول احنا عندي مجهولين اللي هم سي اكس وسي واي، يبقى قلنا سيجما اكس بتساوي صفر هيطلع سيجما اف اكس بتساوي صفر، يبقى يطلع سي اكس هيساوي ماينس بي. يبقى اذا اتجاه سي اكس لازم يكون عكس اتجاه بي، وقيمتها بتساوي نفس بي اللي هي 40 كيلو نيوتن. طب لو قلنا سيجما اف واي بتساوي صفر، يبقى يطلع ان السي واي بتساوي سالب مجموع الاثنين دول 50 و15 سالب، لانها في عكس اتجاههم، وبالتالي سي واي هتبقى 65 كيلو نيوتن. يبقى اذا عندنا سي اكس وسي واي، نقدر نجيب رياكشن على طول اللي هو جزء تبعي الاثنين دول، واتجاه المحصله نقدر نحط نقسم سي واي على سي اكس على سي واي ونجيب اتجاه المحصل. جميل، طب بس ده مش مطلوب عندي، مطلوب عندي اللي هو ايه، لو كان السيجما اللاوبل في بتاع الكيبل اللي بيشد عند بيه له قيمه، واقدر يبقى المساحه بتساوي ايه يعني المساحه او العكس، لو انت عندك البي وعندك السيجما اللاوبل اللي هو الستريس المسموح به، اللي هو هو ادهولنا في مساله عباره عن الالتيميت مقسومه على فاكتور بنسميه السيفتي فاكتور، بنجيب يعني نجيب الالاوبل ستريس ريشيو نسبه مئويه من الالتيميت سترينث، يعني النقطة ديت اللي هي بنسميها ultimate strength، ها بنقول قيمتها بتساوي مثلا نفترض مثلا K نيوتن على متر تربيع. طب لما بقول allowable stress الحد الأقصى المسموح به، أقدر أجيبه نسبة مئوية من ultimate أو من yield، أوكي، بسمي النسبة المئوية ديت factor of safety، معامل أمان، فبقول مثلا بيساوي نص ultimate strength او تلت الالتيم سترينث او تلت اربع اليلد سترينث. يبقى اذا التعامل هنا مع الالاوبل اقدر اتعامل اجيب الالاوبل از ريشيو اوف التيميت سترينث او يلد سترينث، واتعامل بيه مع المسائل اللي عندي. وبالتالي في المساله هنا اللي حصل ان احنا ايه جبنا ال allowable as a value of a of ultimate strength، وبالتالي جبنا الفاكتور اوف سيفتي قسمنا عليه الالتيميت، اللي هو قلنا ايه ان الالتيميت تساوي 3.3 من الالاوبل، وبالتالي بالالاوبل بيساوي الالتيميت مقسوم على 3.3 اللي هو طلع 181.8 ميجا باسكال. طيب الالاوبل سترينث ده اللي في الكيبل، اقدر اقول انه ال الفورس الموجوده اللي احنا جبناها 40 كيلو في الكيبل ديت، والالاوبل نقدر نجيب كروس سكشن اريا اللي ممكن منها كيبل علشان تو ساتسفاي الايكوليبريم بتاع المساله. يبقى اقدر اجيب الاريا عن طريق ان انا اقسم البي على السيجما الاوبل، البي معلومه والسيجما الاوبل معلومه، يبقى البي هيجي لي بالمتر سكوير 220 في 10 اس ناقص 6 متر سكوير، او الديامتر بالمعادله بتاعه الكروس سكشن اريا اللي هي سيركل، هقدر اجيب ديامتر بيساوي حوالي 16.74 ملم. دي ده ابسط يعني، دي مساله بسيطه جدا من خلال علاقات الستريس والسترين او المطلوبه والايكوليبريم اقدر اجيب المطلوب. البن اللي هو هنا شايفينه اللي احنا مثبت الايه، البن ده شايفينه اللي هو ده اللي هو مثبت الجزء ال شيب اللي بيتحرك على المحور، اقدر اجيب الشير اللي في البن ده عند نقطتين اللي هما في عند اللي هما الجزئين اللي ماسكين البن من تحت في القاعده الثابته، وده البن اهوت، ده فورس بتعمل شير، وده فورس ثانيه، ودي فورس الموجوده في ال ليفر. يبقى اللي احنا جبناها سي اكس وسي واي فاكرين، جبنا الرياكشن اللي هو السيجما اللي هو التربيع
جهاز التربيع الـ CX و CY اللي هو كان 76.3 كيلو نيوتن، أقدر أقول إن 76.3 كيلو نيوتن ده لما أقسمه على الألاوبل سترينث لو في ألاوبل يديني الكروس سكشن أريا. والكروس سكشن أريا هنا لازم إيه؟ يبقى فيه اتنين، عند اتنين سكشنز، سكشن هنا وسكشن هنا، وبالتالي الأريا بتساوي اتنين سيجما أو تاو على الفورس، وبالتالي الاريا نقدر نجيبها من خلال العلاقه البسيطه ان التاو بتساوي الفورس البي على الاريا، البي موجوده نقدر نعكس ونجيب منها الاريا. الاريا تطلع هنا ديامتر بتاع البين ده اللي مثبت اللينك ب 22 ملم. يبقى فيري سيمبل، اهم حاجه ان نبقى عارفين واحنا بنطبق المسائل حاجتين مهمين جدا. اول حاجه معادلات الاتزان، خلي بالك احنا مش هننسى او مش هنقدر نستغنى عن تحقيق الاتزان في على اللينكس طوال الكورس بتاعنا في ميكانيكس ومتيريالز، لان ده ميكانيكس. وانس ان احنا حققنا الاتزان يبقى جبنا كل القوه المؤثره او اللي ممكن بدرسها عند اي نقطه. وانس القوه دي موجوده وعندي معادلات بتربط بين الاجهادات والقوه والمساحات، يبقى اقدر اجيب ايه؟ الاجهادات. عندي علاقات تربط بين الاجهادات والانفعالات، اقدر اجيب اي شيء ممكن يكون مطلوب طالما بقيه القيم موجود. جميل. احنا قلنا قبل كده انه العلاقه الاساسيه بتاعه النورمال ستريس سيجما تساوي ايه في ابسلون، وبالتالي يبقى الابسلون او الدلتا ديفورميشن نقدر نقول بتساوي F في L على A. يبقى احنا الوقتي في الجزء اللي فات كله استعرضنا حاجتين مهمين جدا، استعرضنا الأداء بتاع الماتيريال، واستعرضنا التوازن الميكانيكي أو القوة الموجودة على اللينك. أقدر من خلال معرفتي الجيدة بالأجزاء بالموضوعين دول أقدر أحل مسائل ميكانيكس وماتيريالز حسب الحالات اللي هتبقى موجود. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الحلقة الجاية ما يتعلق بهذا الأمر. شكرا.